يعني القدس التي برزت كعنوان بالآونة الأخيرة تبدو كمبرر أقرب للتبرير منها للموقف الحقيقي، لأنه المعروف أن الإسرائيلي لن يسمح بإجراء الانتخابات في القدس منذ عام ونصف. في نوفمبر 2019 أرسل الرئيس الفلسطيني رسالة للإسرائيليين يطلب منهم السماح بإجراء انتخابات في القدس. اجتمعت الحكومة الإسرائيلية، هذا في نوفمبر 2019 قبل عام ونص، وقررت ألا ترد، أن تتجاهل الطلب، بمعنى أنه لا قالت ولا قالت لا، بمعنى كلنا نعرف أنه إسرائيل لن توافق على الانتخابات في القدس. وبالتالي على الفلسطينيين أن يبحثوا عن بديل، كيف يمكن أن يجروا انتخابات كمعركة، كيف يمكن أن يفرضوا انتخابات. ولكن لا، لم يفكر أحد للقيادة الفلسطينية، مع ذلك أصدر قرار المرسوم الرئاسي في منتصف شهر يناير الماضي. ثم في الأسبوع الأخير بدأ الحديث بصخب عن القدس، وكان الأمر يترافق مع استطلاعات ومع تصدعات داخل حركة فتح، وبروز مروان البرغوثي الأسير كمنافس للرئيس عباس، وواضح أنه مروان يستطيع أن يفوز بسهولة على الرئيس الفلسطيني. يعني حركة حماس أدانت قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات، يعني ألا يسهم إجراء الانتخابات في بيئة سياسية مقسمة مخاطر من أن تسهم في حالة التشظي التي تعيشها الحياة السياسية الفلسطينية برأيك طبعا؟ لا، هو الانتخابات كانت الوسيلة لإنهاء التشظي. الفلسطينيون مفتتون في صراع بينهم، حماس، حركة حماس تصرفت بتهور قبل عام 2007، قبل 14 عام، اختلفت مع السلطة، قام جناحها المسلح بطرد السلطة من قطاع غزة، أدى ذلك إلى انقسام. هذا الانقسام جرت محاولات كثيرة لإنهائه في كل العواصم، جرت حوارات في كل العواصم، وبدي أبدأ من سوريا إلى حيث كان السيد خالد مشعل يقيم فيها، وبدأت المحاولات، وثم القاهرة، ثم صنعاء، ثم الدوحة، ثم اسطنبول، ثم كل العواصم، غزة، كل المحاولات كلها باءت بالفشل. ثم جرى التصور أنه إحنا ليش بنروح على العواصم وبنستدعي وساطات مصرية مرة وسورية، مع الاحترام لكل الوساطات العربية وكل الحريصون على الوضع الفلسطيني، لكن بالإمكان أن نحتكم للشعب أن يكون. يعني ما هي الشعب. فرص أن تسهم نتائج الانتخابات في تحقيق مصالحة وطنية وإنهاء الانقسام الداخلي كما تفضلت؟ هو ممكن أن تلعب دور في إعادة فك وتركيب وإعادة تقرير موازين القوى على الأرض. يمكن القوى اللي هي جزء من الانقسام يمكن تضمحل قوتها في البرلمان، وبالتالي هذه الانقسام هذه الانتخابات كانت تساهم بالتأكيد، بمعنى انه لو قلنا انه الرئيس الفلسطيني كان احد ابرز عناوين الانقسام، طيب لو نزل مروان البرغوثي انتخابات وفاز مروان البرغوثي، نحن امام تغير بالانتخابات كان يمكن ان يسهم في انهاء الانقسام، بمعنى انه في تغير. هذا تغير كبير سيكون اخر مره اجروا الفلسطينيين انتخابات. الفلسطينيون اجروا انتخابات في عام 2006. نعم، انت بتتحدثي عن 15 عام، في ال 15 عام ده تغيرات كثيره في نهر السياسه الفلسطينيه، بالتاكيد هذه التغيرات ستعكس نفسها، لكن اصرار القوى اللي صنعت الانقسام هي على راس الحكم وهي التي تتفاوض لن تصل لنتيجة، ولم تصل 15 عام من الحوارات، أو بالضبط تماما 14 عام، لأنه بدأ الحوار بعد سنة من الانقسام، بعد 2007 2008 بدأ أول حوار، 13 عام تماما ما أذكر بدأت أول جولة حوار، وبالتالي لم يصلوا لنتيجة. إذن ربما هناك بعض التغيرات تسهم في إنهاء الانقسام. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطلة على هذه المداخلة، كنت معنا من لندن، شكرا لك.